بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. طبعا هذا خلل لأول مرة أشوفه. لاحظ وين المشكلة؟ المشكلة بهذا المكان، هذا صلدر اللحيم وكأنما يعني أحد لحمه، المفروض مثل هاي النقطة واقفة لهنا، فمن الحماوة الزايدة السائل هذا موصل لهنا، فصايرة النقطة هاي مباشرة، بحيث المفروض هسه إذا نأشر بين وحدة ووحدة، شوف الوضعية راح تصير. المفروض هذا ويا هذا ماكو تأشيرة، لاحظ هذا ويا هذا أشر، هذا ويا هذا أشر، هذا ويا هذا ما أشر. فالمشكلة وين صايرة هناية؟ لازم هذا اللحيم ينزال وهذا يتقوى اللحيم. لاحظ قرب لنا التصوير على هذا، لاحظ شلون اللحيم ماله تعبان. فهسه راح نسويه ونشوف النتيجة. بعد ما وخرنا اللحيم وقويناها، تلاحظون بقى نفس الشورت، معناته الريلي الثالث هذا هو بيه مشكلة، الريلي الثالث لازم يتبدل. بعد ما استبدلنا هذا الريلي الثالث، هسه نجي نفحص بالأوميتر نشوف الشورت. راح الشورت، هسه شو نسوي؟ نجي نفحص التخريج ماله يشتغل ولا لا. عندنا هذا الواير الثلاثي اللي نسويه دائما احنا، هذا الازرق هو البارد، هذا هو الخروج ثالث واحد، ونطي على وحده وحده. عندنا غلاف مسوينا هنايا، لاحظ اشتغل. نجي على الثاني، خرج ثالث، ايضا اشتغل. الرابع طبعا كان عندنا الثالث ما يشتغل مباشر، اشتغل الرابع، هسه كلش اوكي. تحياتي لكم وشكرا لكم.